السلام عليكم ورحمة الله، معاكم في الجزء الرابع من الفانكشن. طبعا انا كنت المفروض ان انا اخلي الفيديو ده علشان اشرح لك في الجزء بتاع البول اب والبول داون، بس في الحقيقة ان انا محتاج اعلق على شوية حاجات عندي هنا في الكود، ومحتاج اوضح حاجات تانية، فممكن هنأجل بس حتة البول اب والبول داون شوية. طيب، اول حاجة ان انا هنا جيت رحت كتبت اف والس. طب ايه اف والس دي؟ تعتبر دي ايه؟ ده البنية دي تعتبر ايه؟ البنية دي تعتبر استراكشر. فانا لما هاجي هنا هروح ضيفها للجزء الخاص بتاع الاستراكشر، هقول ان انا عندي في حاجة تانية، حاجة اسمها اف، وبيكون في كونديشن، والكونديشن ده بيكون في حاجة عندي ستيتمنت، وبيكون في إلس، وبيكون في عندي جزء تاني في حاجة ستيتمنت تانية. ممكن بقى نقول على دي ستيتمنت 1 وستيتمنت 2. طبعا انت خدت بالك دلوقتي ان الاتنين دول في دي اقواس عادية، ودول بيكونوا كيرلي بريسز. خلي ده ستيتمنت 1 وده ستيتمنت 2. طيب، على سبيل المثال اللي هو المثال اللي احنا خدناه هنا، هناخده كده، اسف، كنترول سي كنترول في، على سبيل المثال اللي هو المثال بتاعنا ده. طيب، دول يقعوا تحت بند ايه بقى؟ الكلام اللي احنا بنعمله ده، دول كده بيقعوا تحت بند حاجة اسمها الكونديشنال استراكشر، البنيات الشرطية. طب هل في بنيات تانية؟ ان شاء الله هناخد قدام حاجة اسمها السويتش كيس. طبعا في حاجات تانية في لغات تانية حاجة اسمها التراي كاتش، بس ما اعتقدش ان دي موجودة في الاردوينو. هو انت يهمك الاف وحاجة اسمها سويتش كيس، وفي برضو في الجافا في حاجة اسمها الكونديشنال اوبريتور، بس مش موجود برضو في الاردوينو. طيب، دي اول حاجة. طيب، هل ينفع ان انا اغير الكلام ده او ان انا اكتبه بصورة تانية؟ ينفع ان انت تروح كاتب كده إلس إف، وتروح فاتح له قوس، وهتقول له العكس بقى. يعني لو كان ده لو، خليها لي هاي، لو كان ده هاي، تمام. وهل الكود ده هينفع يمشي معايا؟ هيمشي، هيشتغل. اشتغل وهيعمل نفس الوظيفه، بس طبعا الكود بتاعي ده هنا كده اطول. ليه؟ لان انا الزمته بحاله تانية للقياس. تمام، دوست راح منور، سبت ايدي راح طفى. طيب، ينفع يتكتب بحاله كمان؟ ينفع اشيل الالس دي. بس هنا انت هنا عملت حاجه خطيره، انت ما ربطتش الحالتين ببعض، انت ما ربطتش الحالتين ببعض. يعني هو بيرجع يقيس مره وبعد كده يرجع يقيس تاني، مقاس الشرطين مره واحده. طيب، خلينا نرجع للصوره الافضل بتاعتنا اللي هي كانت الالس، بس هي دي الحاجه بتاعتنا اللي هي كانت الاهم بالنسبه لنا، ودي افضل صوره على ما اعتقد، ومناسبه جدا ومفهومه جدا. طيب، دي حاجه. الحاجه التانيه هنا دكتور مصطفى، انت في حاجات احنا مش فاهمينها قوي. في حاجة اسمها سيمي كولون، وفي هنا يساوي يساوي عملتها مرة، وفي هنا يساوي مرة واحدة. احنا مش فاهمين ايه الفرق ما بين اللي يساوي دي واللي يساوي يساوي دي. طيب، اللي يساوي يساوي دي انت بتقول ان هو لو بيساوي، تمام. يعني ايه لو بيساوي؟ يعني هنا ده كده اوبريتور للمقارنه، ده كومباراتور اوبريتور. يعني ايه للمقارنه؟ يعني انت عايز تعرف اني واحد فيهم هل هم فعلا متساويين ولا لا، هل هم متساويين ولا لا. طيب، دي المعنى بتاعت يساوي يساوي، انت عايز تعرف ان هم متساويين ولا لا. طب يساوي واحده بس معناها ايه؟ يساوي واحده معناها ان انت خليه بيساوي كذا، تمام. يعني دي هنا كده معامل حسابي، تمام. اما انا دي كده معامل مقارنه. طيب، يعني انا عندي دلوقتي حاجه كمان عرفتها في الاستراكشر، حاجه اسمها الاوبريتورز،
operators وعندي في الاوبريتورز دي حاجة اسمها math operators تمام، وقلتلنا ان في حاجة اسمها يساوي في الماث اوبريتورز، وعندي في حاجة تانية اسمها comparator operators، وعندنا في الكومباراتور اوبريتورز دي حاجة اسمها يساوي يساوي تمام. ليه؟ للمقارنة. دي بتستخدم علشان اقارن بين الحاجتين، دي بستخدمها علشان اخليه بيساوي كذا او يحسب كذا، يجمع كذا، يطرح كذا، يخليه بكذا. طيب تمام، احنا هنا حتى خلينا في لما كنا بنشتغل على الفاريبلز بتاعتنا قلنا الليد خليه بيساوي 13، بس احنا ما بنقولش هنا لو بيساوي 13، لا ده احنا عايزينه يبقى 13. قلنا البوتون خليه بيساوي 2، ده احنا عايزينه يبقى 2 تمام. فاعتقد كده وضحت الفرق ما بين دي، ما بين الماث اوبريتور وما بين الكومباراتور اوبريتور. طبعا الحاجات دي احنا ان شاء الله هنتعرض لها قدام بشكل اقوى. طيب خلينا برضو ان احنا طيب هو يعني دول اهم حاجتين في الفيديو بتاعنا. في برضو حاجة تانية عايز اقولها، ان الكود ده عندي انا طويل جدا تمام، الكود ده طويل جدا، انا ليه اكتب 3 اسطر؟ هل في امكانية ان انا اقلل السطور بتاعتي بتاعت الكود ده او اخليها تبقى افضل من كده؟ ممكن الكود ده يتكتب بطريقة اقل من كده بكتير. ازاي؟ انت محتاج تعمل ايه؟ احنا محتاجين نعمل ايه؟ احنا محتاجين نعكس الحالة بتاعة الليد، نخلي الحالة بتاعة الليد عكس الحالة بتاعة البوتون. تاني احنا عايزين نخلي الحالة بتاعة الليد عكس الحالة بتاعة البوتون. يعني لو البوتون بتاعي هاي يبقى الليد بتاعنا لو، ولو البوتون بتاعنا لو يبقى الليد بتاعنا هاي. طب الكلمتين دول اكتبهم ازاي انا عندي هنا؟ تعالى هنا ممكن نكتبهم في الكود بالشكل الاتي. هقول له انا بس عشان دوست على المحاكاة بالغلط، هقول له ايه بقى؟ هشيل الكلام ده كله خالص تمام، وهقول له ديجيتال رايت للليد عكس حالة البوتون ستيت. طب عكس حالة البوتون ستيت دي بتتكتب ازاي؟ عارفين علامة التعجب اهي، بس علامة تعجب بسيطة كده قبل البوتون ستيت تمام. تعالوا نستارت سيميوليشن. طيب هو دلوقتي عمل ايه؟ انا مش دايس على الزرار، فمخلي لي ان الليد يعني البوتون بتاعي هاي تمام، يعني الليد بتاعي يبقى لو. طب افرض دوست على الزرار، البوتون يتحول لحالة اللو والليد بتاعي يتحول لهاي، يعني عملت نفس الوظيفة؟ عملت نفس الوظيفة من خلال كتابة او من خلال اوبريتور واحد بس اللي هو ده. طب ايه الاوبريتور ده بقى؟ ده بتاع ايه ده بقى؟ الاوبريتور ده حاجة اسمها طبعا احنا نرجع هنا للستراكشر، هنقول برضو حاجة تانية في الاوبريتورز، حاجة اسمها طبعا احنا دخلنا كده في كذا حاجة، يعني فتحنا كذا موضوع مع بعض عن الاستراكشر والمات والداتا، بس ده كله ان شاء الله هيفيد في المحاضرات اللي بعد كده. حاجه اسمها في نوع تاني من الاوبريتورز اللي هو لما اللي هي اسمها اللوجيكال اوبريتورز، اللي هي المعاملات المنطقيه، اللي من ضمنها حاجه اللي هي بتاعه النفي اللي هي النوت لا يساوي تمام. ده باختصار اللي احنا كنا عايزين نقوله في الفيديو بتاعنا ده. ان شاء الله في الفيديو الجاي هنكمل الفرق ما بين البول اب والبول والانبوت العادي والانبوت بول اب. معلش هو في الجزء في الاول كده في معارف كتيرة جدا محتاجين نعرفها في الاول، ان شاء الله هتساعدنا بعد كده وهتيسر بالنسبة لنا، وهنلاقي ان شاء الله التقدم بتاعنا في الموضوع في بتاع البيزكس اوف بروجرامينج اسرع شوية. شكرا لكم.